السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف فيو بورد جوه اللي اوت. طيب هرسم اي حاجة هنا كده في الموديل، وليكن مثلا سيركل، تمام. وهاجي هنا بقى في اللي اوت، تمام. عايز اعمل واحدة جديدة، فاجي هنا في اللي اوت واقول له انسرت فيو. فيو اللي عايز تاخد انهي جزء، هقول له مثلا عايز ديت، تمام. واروح دايس انتر وحدد عايزها تبقى موجوده فين. ممكن تعمل سيلكت ديت، ومن هنا ديسبلي لوك هقول له نو. ديسبلي لوك لما تيجي هنا وتيجي تعمل زوم هتلاقيه ما بيعملش زوم، انما لما تقول له نو هتلاقيه بيعمل معاك زوم. طيب خلينا نعمل لاي اوت جديده، لاي اوت 3، ونلغي ديت، وهقول له انا عايز انسرت فيو. هيقول لي عايز انهي جزء، هقول له مثلا عايز الجزء دوت، واروح دايس انتر، فبيديني الجزء دوت. ابدا احطه في المكان دوت. لما تيجي تعمل زوم بيعمل للشاشه كلها مش بيعمل الجزء دوت. فتيجي هنا تعمل سيلكت الجزئيه ديت وتقول له ديسبلي لوك، تقول له نو. دلوقتي تقدر تيجي هنا وتقول له ان انت عايز تعمل زوم زي ما انت عايز. طيب خلينا نخرج كده واعمل سيلكت على الفيو بورت هنا، وهنا ده خاص بالانوتيشن. وهاجي هنا في الستاندرد هقول له ان انا عايز مثلا 1 لـ30، عايز 1 لـ50، 1 لـ100، وهكذا. فيبدا يعمل لك الزوم بالسكيل اللي انت عايزه.